أعزائي المشاهدين، لأني بني آدم في الشر طماع وفي المكر مفيش مني اتنين، فقلت زيادة الخير خيرين. السنة دي مش مقلب واحد، دول مقلبين. ضيفنا هيجي مرة يصور برنامج اسمه دينر ان ذا سكاي، وفي المرة التانية هيتعزم كضيف شرف في افتتاح مطعم تركي. وعشان نضمن ان الضحية ما تشكش في حاجة، قررنا ان كل ده يتم في الرياض وتحديدا في البوليفارد، لان زي ما انتم عارفين البوليفارد كل يوم بيزوروا فنانين، وفي الحالتين العميلة بتاعتنا هتكون كارلا حداد، مذيعة مقنعة ومشهورة، ده غير انها أمورة. وفي النهاية الضيف هو ونصيبه، مقلبه حيناديه ويجيبه، ورمضان كريم ومقلبين في الصميم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معكم اسلام اشرف في فيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون معانا برنامج رامز جلال، الحلقة 7 من برنامج رامز نيفر اند. لو عايز تعرف احداث الحلقة من برنامج رامز نيفر اند تابع مع الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدأ اي حاجة طبعا ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وهعرفك احداث الحلقة كاملة وتعرف معايا الضحية في حلقة النهاردة من رامز نيفر اند قبل ما تتعرض على التلفزيون. فتابع معايا الفيديو الاخر وما تنساش اللايك الجميل وتشترك في القناة، عايزين نوصل ل 10,000 مشترك في اسرع وقت يا ابطال. ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. طبعا في ناس كتير قوي دلوقتي بتدور عايزة تشوف الحلقة 7 من برنامج رامز نيفر اند، وعايزين يعرفوا مين ضيف الحلقة النهاردة في برنامج رامز جلال في رمضان 2023. في الفيديو ده اعرفك كل حاجة، تابع معايا الفيديو الاخر وهعرفك كل حاجة بالتفصيل بخصوص الحلقة 7 من برنامج رامز نيفر اند. ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة على طول. وطبعا كلنا شفنا الحلقات اللي فاتت من برنامج رامز جلال، والحلقة الاولى كان فيها محمد رمضان وكانت الحلقة جامدة بصراحة وانتهت بالغناء، والحلقة التانية كان فيها احمد السقا واللي صدمنا حرفيا لما اكل راس التعبان، وفي الحلقة التالتة كان معانا ياسمين عز. وحلقة ياسمين عز اللي قلبت الدنيا بعد ما رامز بهدلها خالص في البرنامج، كل الناس كانت بتتكلم عليها والستات كلها فرحانة ان رامز جلال عمل فيها مقلب زي ده واخد حق كل الستات، والبرنامج بصراحة جميل. بس اكتر مشكلة كانت الاعلانات. وفي الحلقة الرابعة كان معانا محمد فؤاد واللي استضافوه في البرنامج اكنه جاي يعمل اعلان لمطعم، وبعد كده راح لبسوه تورتايه في وشه واخدوه على الغساله وفضل يلف لحد ما اتبهدل خالص. والحلقه بصراحه كانت جامده قوي لحد ما في الاخر محمد فؤاد اتصاب في بطنه. وفي الحلقة الخامسة كان معانا لعيب النادي الاهلي محمود كهرباء، وفي الحلقة دي رامز بهدله خالص وخلاه يعتذر من جمهور الزمالك كله. والحلقة خلصت بسلام. والحلقة السادسة من برنامج رامز نيفر اند استضاف فيها محمد فراج وبسنت شوقي الكابلز العيان، وطبعا الحلقة كانت جامدة وبصراحة وهو كان بيضحي عشانها كتير. وانتهت الحلقة على خير، بس رامز جلال اتصاب لما التعبان عضه في ايده وايده اتبهدلت خالص، واي حلقة ما تعديش من غير الافيهات الكوميدية اللي بيقولها رامز في البرنامج بتاعه، والمقلب اللي بيتعمل في الضيف بيعرضه على الوز عزة وبتبدأ انها تختار اي ورقة من الاثنين. وطبعا زي ما انتم شايفين البرنامج جامد، واحدة واحدة كده الاعلانات هتتظبط، والبرنامج فيه مقلبين اللي هو المطعم الطائر والغسالة، وده عشان المشاهد ما يملش ويزهق من نفس البرنامج طول 30 يوم. رامز عمل حاجة حلوة ونوع في البرنامج السنة دي، والنجوم اللي جاية نجوم تقيلة قوي، وطبعا المشاهد هيكون متحمس جدا للبرنامج ومستني كل يوم عشان يشوف الفنان اللي هو بيحبه. وبالمناسبة اكتب لي في الكومنتات مستني حلقة مين من برنامج رامز نيفر اند، وضيف حلقة النهاردة هتلاقيني سايب لك اسمه في عنوان الفيديو هتلاقيه في الوصف وفي اول كومنت. وضيف حلقة النهاردة هيكون ضيف مميز قوي والناس كلها بتحبه، والحلقة هتكون جامدة قوي بصراحة وهتكون كلها مفاجآت، بس الضيف هيتظبط شوية كده حلوين. وبس كده في الفيديو بتاع النهاردة عرفتك كل حاجة بخصوص الحلقة 7 من برنامج رامز نيفر اند. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، وما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي على افضل الصلاة والسلام. وطبعا زي ما احنا عارفين البرنامج بيتعرض في رمضان في وقت الفطار الساعة 6:15 وقت صلاة المغرب، بعد الاذان على طول هتلاقي البرنامج اشتغل على طول. وعايز اعرف رايكم ايه في برنامج رامز نيفر اند السنه دي، هل البرنامج حلو ولا البرنامج مش قوي يعني؟ بس ايه، عايز اعرف رايكم وانهي مقلب عجبكم، مقلب المطعم
مطعم الطائر ولا مقلب الغسالة اللي بتعمل في الضيف ويخش يتعصر جوه شوية. ولو ما شفتش الفيديو بتاع حقيقة ظهور كريستيانو في برنامج رامز نيفر اند في الفيديو اللي قبل ده على طول ارجع شوفه، ومستني رأيك طبعا في الكومنتات، وتكومنت شجعنا نستمر في الفيديوهات دي اكتر واكتر. ولو عايز تعرف ضحايا برنامج رامز نيفر اند السنة دي كاملة هتلاقيني منزل الفيديو برضه كل الضحايا بتاع برنامج رامز نيفر اند بس، والنجوم اللي جاية كلها نجوم تقيلة وكلنا متحمسين جدا للبرنامج، ونجوم كلها انتوا بتحبوها. وطبعا اكتبوا لي في الكومنتات مستنيين حلقة مين تنزل في برنامج رامز نيفر اند السنة دي. وبس كده ابطال، هيكون حلقة النهاردة خلصت. ولو عجبكم موضوع حلقة برنامج رامز نيفر اند النهاردة اكتب لي في الكومنتات، واكتبوا لي في الكومنتات عايزين الفيديو الجاي يكون عن ايه. وبس كده هيكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وبس كده هتكون نهاية حلقة النهاردة، ما تنساش اللايك الجميل وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، عايزين نوصل 10,000 مشترك في اسرع وقت يا ابطال. ولأني أحبهم فقد قررت أقبل النقد، بس قبل ما يحصل.